جامعة القدس المفتوحة على أبواب تخريج كوكبة جديدة من طلابها، مطلقة اسم فوج علمنا عزنا على فوجها 25، لتطلق احتفالات التخرج تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس الداعم الأول للتعليم العالي في فلسطين، وتحديدا للقدس المفتوحة جامعة منظمة التحرير. باسم سيادة الرئيس أبو مازن والعلماء والباحثين والخريجين وذويهم، نقدم هذا النجاح وهذا الفرح إلى شهدائنا وأسرانا وجرحانا، كما أنقل لكم تبريكات وتحيات مجلس رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء زملاء الوزراء، ونقول لهم اطمئنوا فإنني أرى في هذه الجامعة قد تحققت رؤيتكم بالحداثة والعصرية والانتقال الحقيقي من التعليم إلى التعلم. ها هي جامعة القدس المفتوحة تتفيأ تحت علم الدولة الفلسطينية لتخرج فوجاً جديداً من طلبتها المثابرين المتطلعين للمشاركة في بناء وطنهم، يحملون في يد كتاباً لأنهم يدركون أن المعرفة مفتاح التغيير، ويمسكون في اليد الأخرى علماً وزيتونة ويخطون بحروف الإرادة معاني الثبات، فعلى هذه الأرض ما يستحق الحلاء كما قالها درويش. جاء ذلك خلال حفل مركزي نظمته الجامعة لتكريم خريجي كلية الدراسات العليا وأوائل الخريجين على التخصصات والكليات في درجة البكالوريوس وأوائل الخريجين من برنامج تعليم الأسرى داخل سجون الاحتلال، بمشاركة ذوي الخريجين وأهالي الأسرى الخريجين. يعني حفل مميز بوجود الأمهات الشامخات الصابرات، أمهات الشهداء، أمهات الأسرى، أمهات المناضلين اللي كانوا الأوائل في هذا الوطن في تقديم الغالي والنفيس وأحلى سنوات عمرهم من أجل فلسطين، واليوم كانوا الأوائل في هذا الحفل بتميزهم وتخرجهم من الجامعة. دائما أبنائنا مميزين ومبدعين، تميز أسرانا بإخراجهم النطف وأسرى الحرية سفراء الحرية الذين خرجوا اليوم يتميزوا بشهاداتهم. هذا وتتبنى جامعة القدس المفتوحة برنامج التعليم الدولي بهدف توفير التعليم لكافة أبناء شعبنا، معتمدة على تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني، لتكون بذلك دليلا على قدرة الفلسطيني على مواجهة ظروفه التي يعيشها بفعل الاحتلال ورغبته في تقديم كل ما هو مبدع وخلاق. فوج علمنا عزنا أطلق على الفوج 25 من خريجي جامعة القدس المفتوحة، انسجاما مع مساعي القيادة ليبقى علمنا خفاقا يحكي قصة شعب قاوم بعلمه وأدبه ليبني وطنا وتاريخا يحكى به في كل زمان ومكان. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.